يوم ما بعملها بفضل رايحة جاية عليها، وحتة تجر حتة، والطعم ما اقولكوش طعمها احلى والذ من البغيشة، مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه. النهاردة هنعمل البقلاوة بحشوة اقتصادية طعمها رهيب. هقولكوا على سر التوريقة بدون عجن ولا اي حاجة. النهاردة في الفيديو بتاعنا هقولكوا على اسرار حلوة قوي ممكن تنفعكم لحاجات تانية كتيرة. بس قبل ما نبتدي وصفتنا، وبتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، ولازم لازم تعملوا لايك للفيديو. اول حاجة هنبتدي فيها وهي السيرب. انا حطيت كوباية سكر وكوباية ونص مية، وبعدين هنولع عليهم النار، وهنضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السايلة ونص ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ما تكتروش اكتر من كده علشان نتفادى موضوع تسكير السيرب. يعني في ناس بتشتكي ان هو ممكن يتحرق منهم على الجدران كده، او يعمل حبيبات كده ويبقى يعني ريحتها فيها شياط او حاجة زي كده. ممكن تعملوا الحركة دي، بجيب طبق وفي حبة مية وبالفرشة بمشي على جدران الطاسة. هسيب السيرب على النار يغلي حوالي 5 دقايق علشان يتقل معايا شوية، وبعدين هطفي عليه النار وهحطه في طبق كده على جنب علشان يبرد. دلوقتي هنعمل الحشوة الاقتصادية او القشطة الكدابة. هنجيب طاسة وهنحط فيها كوباية ونص من المية، وهنضيف ملعقتين سكر، وبعدين هنضيف 3 ملاعق كبار من النشا. كل ده احنا بنضيفه على البارد، وبعدين هنولع عليه النار. كمان هنضيف فانيليا سايلة علشان الطعم والريحة يبقوا برضو مميزين، وهنفضل نقلب فيها مش هنشيل ايدنا من التقليب علشان النشا زي ما انتوا عارفين ممكن يتكتل. بنفضل نقلب فيهم كده لغاية ما يربطوا معايا او يعملوا القوام اللي هنشوفه دلوقتي. لو حابين تستبدلوا المية بالحليب ممكن تستبدلوه براحتكم، بس عشان احنا قناة اقتصادية انا ضفت مية. دلوقتي هنعمل حاجة مميزة جدا كده، ركزوا معايا. انا حطيت نص كوباية من الزيت و4 ملاعق من الدقيق، وكمان حطيت عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل المادة اللي هندهن بيها طبقات الجلاش، اللي هتخلي الجلاش اكنك عملتي عجينة ونشبتها بالمنشبة، هتخلي الجلاش مورق جدا جدا معاكي وطري وما بيتكسرش. هنجيب الصينية اللي احنا هنستخدمها. انا استخدمت صينية كبيرة مقاس 30، ممكن تستخدموا صينية اصغر من كده. دي لفة الجلاش طبعا بنطلعها من الفريزر ونسيبها لغاية ما تفك معانا، وبعدين بندهن الصينية كويس جدا جدا، لازم تدهنوها كويس. وبنحط طبقتين، احنا كل طبقتين هندهن بينهم، يعني مش كل طبقة، كل طبقتين. ومش هنقطع الجلاش على شكل دايرة ونرمي منه والكلام ده، لا خالص، احنا هنتغلب على الموضوع ده بطريقة كده، بس خليكم ركزوا معايا. كل طبقتين زي ما اتفقنا بنديها دهنة حلوة من الدهان اللي احنا عملناه دلوقتي، اللي هو كان عبارة عن نص كوباية من الزيت، وضفنا ليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، و4 ملاعق مليانين من الدقيق. خلاص كده خلصنا نص كمية الجلاش. هنجيب الحشوة بتاعتنا، وطبعا هي خلاص هديت خالص دلوقتي، هنحطها في النص ونوزعها كويس، وحاولوا تبعدوا عن الجدران يعني ما توصلوهوش للصينية علشان ما يتحرقش معاكم. حطوا بقى الحشوة اللي انتوا بتحبوها، انا حطيت فول سوداني، وكمان حطيت رشة من جوز الهند. لو حابين تحطوا رشة قرفة برضو مفيش مانع، ولو حابين تحطوا مكسرات او زبيب برضو براحتكم. بعدين هنبتدي نحط الطبقة التانية، نفس الموضوع اللي عملناه بالظبط هو هنكرره. هنحط كل طبقتين من الجلاش وندهن بينهم، ودي خلاص اخر طبقة. بصوا بنعمل فيها ايه علشان نسوي البقلاوة بتاعتنا الحلوة النهاردة وتبقى على شكل دايرة. بناخد الاحرف او الاطراف دي وبنخليها نطبقها لتحت علشان الوش يبقى متساوي جدا. اهم حاجة في الموضوع ده ان احنا لازم ندهن الوش كويس جدا 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 علشان يبقى طبعا لونه احمر وجميل في الفرن، وكمان علشان ما ينشفش ويتكسر، وكمان علشان يسهل عليا عملية تقطيع البقلاوة. بصوا الاول هنقطعها ازاي. بنقطعها كده يعني على شكل زايد، وبعدين بنقطع مثلثين كده اللي هي المثلثات الكبار. تمام كده. وكل مثلث من دول هنقطعه برضو نصين، شايفين يعني كل مثلث انا عملته قطعته برضو مثلث صغير تاني. كده خلصنا كل المثلثات، هبتدي اقطعهم بالعرض، وتقدروا برضو تقطعوا الاشكال اللي انتوا بتحبوها. طبعا سيبكم من اللي انا ملخبطاه ومقطعاه ده، انتوا اكيد فنانين واحلى مني
وهتعملوا اشكال احلى من دي بكتير. انا بحاول اجيب لكم شكل البقلاوه التقليدي، لكن طبعا انا مش محترفه في التقطيع، فانتوا قطعوها بالشكل اللي يريحكم. يفضل تستخدموا سكينه صغيره، البوز بتاعها هيكون رفيع علشان تسهل عليكم عمليه التقطيع. بندخلها في فرن ساخن طبعا على درجة حرارة 180. اول ما تلاقي الاحرف بتاعة الجلاش بقى لونها ذهبي، بتطفي الفرن وتولعي عليه شوية علشان ياخد اللون الجميل الاحمر اللي فوق. السيروب بتاعنا كان بارد، والصينية اول ما خرجت من الفرن وهي سخنة جدا جدا ابتدينا نسقيها بالسيروب. السيروب كان الحلى بتاعه مناسب جدا جدا، يعني مش محتاج انك تكتريه اكتر من كده علشان ما يبقاش مسكر بزيادة. الحلى ده مظبوط جدا جدا. كمان الصينية بتاعتي اخدت كل السيروب. الصينية دي مقاس 30، لو انتوا حابين تعملوا صينية صغيرة مقاس 22 او 24 ممكن ياخد معاكم لفة جلاش واحدة، لكن انا الصينية بتاعتي كان حجمها كبير خالص، طبعا حجم 30 ده كبير، فانا استخدمت لفتين من الجلاش. يعني اول طبقة تحت كانت لفة جلاش، والطبقة التانية اللي فوق كانت لفة جلاش. اتمنى اكون بفيدكم بالمعلومات البسيطة اللي انا بقولها لكم في النص كده. انا قطعت الجلاش وهوري لكم من جوه شكل الحشوة عامل ازاي. ممكن تقطعوه وتحطوه في التلاجة علشان الحشوة تمسك نفسها شوية، وممكن تاكلوه سخن. بصوا طريقة البقلاوة دي اولا طريقة اقتصادية جدا جدا، طعمها مهما وصفت لكم جميل ازاي انا مش هقول لكم غير عباره واحده، ان البقلاوه دي هتغريكم، وانتوا طول ما انتوا عاملينها كده تفضلوا رايحين جايين عليها تاكلوا منها. اللون بتاعها رائع. انا اوريكم من تحت شكلها ايه، شايفين التوريقه بقى عامله ازاي. الحشوه من جوه كانت مناسبه جدا جدا، وحجمها برضو مناسب جدا جدا. ممكن تزينوها بال كريم شانتيه وباي فاكهه موجوده عندكم في البيت. بصراحه هي مش محتاجه اي اضافات، مش محتاجه غير انكم تعملوا لي لايك للفيديو. وبحبكم جدا جدا، وممكن نتقابل تاني في وصفه جديده على مطبخكم، مطبخ نهيد.